أخوتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله هنشوفوا درس تابع للدرس تاع المتتالية الحسابية اللي درناه من فات، لكن اليوم إن شاء الله المتتالية بسم الله الهندسية. بعد ما شفنا الدرس العام تاعها، حنا في لا بريسيزيون، شفنا المتتالية الحسابية قوانين تاعها كدرس، واليوم إن شاء الله نشوفوا الدرس تاع المتتالية الهندسية. طبعا لاحظ معي الحدود التالية، لاحظ فقط الحدود التالية، مثال 2 4 8 16 32 64 40 عدد أرقام لاحظوا مليح بون، فهي تشكل حدود ماذا؟ متتالية هندسية. كان هذا راهم يشكلوا حدود متتاليه هندسيه. السؤال مطروح، لماذا؟ علاش؟ تبع مليح من هنا راح نبدا نفهم ما معنى المتتاليه الهندسيه. لماذا؟ الجواب لان علاش؟ 64 قسمة 32 تساوي 32 قسمة 16 تساوي 16 قسمة 8 وتساوي 8 قسمة 4 وتساوي 4 قسمة 2 ها؟ وتساوي ماذا؟ تساوي 2. أي أن ماذا نقول؟ أي أن شوفوا مليح، هنا نشوفوا الفرق بين الحسابية والهندسية. كل حد قسمة، كل حد قسمة عفوا حسابية تمشي بالنقص، الهندسية كل حد قسمة سابقه يساوي مقدار ثابت، يساوي مقدار ثابت اللي هو بحال هذيك الدرج مثلا يساوي 2 يسمى العدد 2 لقيناه نتيجه شو يسميه؟ بأساس المتتالية ونرمز له بالرمز، الرمز في الهندسية الرمز تاع الأساس هو كيلو يساوي 2 إيه؟ ونكتب في الحالة العامة، ونكتب ماذا نكتب؟ في الهندسية نكتب إي أن زائد 1. إذا اعتبرنا مثلا 16 هو الحد، شكون هو الحد الذي سابق شكون هو؟ هو 8 إي أن زائد 1 قسمة إي أن يساوي كيلو. أو في الهندسية عندنا زوج كتابات، يسحقوا زوج كتابات، كاين كتابة هذه وهذا كتابة أخرى وش هي؟ كون طلعت معايا اساسي طلب بلي المقام تاع كيلو واش هو واحد، كي ندير جدا الطرفين يساوي جد الوسطين يمشي كيلو، يو ان زائد واحد في واحد، هي يو ان زائد واحد تساوي يو ان في كيلو، وهذه هي الاعلام اللي يستعملوها بزاف في المراجعة المتتالية ماذا؟ المتتالية الهندسية، تمام؟ خاصة في العلاقات الرجعية. العلم اللي نشوفوه هو الوسط الهندسي، كما في الحسابية كان الوسط الحسابي في الهندسية عنده الوسط الهندسي. إذا كانت الحدود بأن فاصلة بأن زائد واحد فاصلة بأن زائد اثنين بهذا الترتيب تشكل حدود متتالية هندسية، لأنه في الوسط الهندسي والحسابي يهمنا بزاف الترتيب، فإن مربع الوسط لاحظ معايا الحسابية تكون ضعف الوسط، الهندسية تقول لك مربع الوسط يساوي جداء الطرفين، بأن جداء بأن زائد 2، لو كاري دو ميليو إيكال لو برودوي دو كوتي، يعني جداء الطرفين، الحسابية تقول لك لو دوبل دو ميليو ايغال لاديسيون دي كوتي ضعف الوسط يساوي لاديسيون يعني مجموع الطرفين. اذا هذا هو الوسط الهندسي. كون نهزو مثال كما شفنا في الحسابية ونهزو مثلا مثال نهزو اي ارقام لاعب تاعي مهم بشرط انها تكون تاع نهزو مثلا 4 و 8 و 16 نهزو 4 و 8 و 16 وكأنه هذا هو ايام
وكانوا 8 هو إياس زائد 1 وكانوا 16 إياس زائد 2 وراح مستطيل على 8 يا هذا المربع تاع الوسط مربع الوسط يساوي جدا الطرفين 4 في 16 نشوف 8 مربع هو 64 و16 4 0 4 24 4 × 4 2 64 إذا 64 تساوي 64 وتز في أرقام بشرط أنهم يكونوا متابعين راح تلقى بلي مربع الوسط يساوي جدا جدال الطرفين فهمت؟ العنوان الأولي بعد الوسط الحسابي هي عبارة الحد العام عبارة الحد العام وعندها أهمية بزاف عبارة الحد العام عبارة الحد العام تفهم مليح؟ تفهم مليح في التمارين إن شاء الله تزيد تفهم مليح المهم تفهم مليح الدرس عبارة باسكو الرسمي بالدرس عبارة الحد العام كاين بعض الطلبة يقول كلمة ما فهمتش مليح المتتاليات هو ما قراش مليح الدرس لازم يفهم مليح الدرس عبارة حد عام تقول عبارة حد عام تقول لك اي ان تساوي اي بي هي جودا موشي جودا كيلو اس ان ناقص بي هذه هي عبارة الحد العام يعني يكون نمدو مثال مثال اي 11 تساوي اي 2 في ماذا؟ في الاساس وش وش 11 ناقص 2 قدر هي 9 واش 9 لاحظ ليه 9 مواجهة جاب فرق فرق ماذا فرق الرتب كلها في الحسابية شو الحسابية تمشي بالجبل والأس يرجع ضرب هنا التسوية تمشي بالضرب والضرب يرجع أس وضع لا هاو مثال هاو مثال مثال واحد آخر مثال إي 5 تساوي إي 2 نعم في ماذا في ماذا في الأساس دائما في الأساس أسلام أسلام نعم نيجا ثلاثة هي خمسة ناقص اثنين واضح إي سبعة تساوي يساوي إي واحد في ماذا؟ في كيلو أس في ست نعم أحسنت ها سبعة ناقص واحد هي ست العنوان الأول ها هو عبارة المجموع عبارة المجموع لاحظ قوانين الحسابية تختلف تماما عن قوانين الهندسة لا من ناحية العمليات لا من ناحية الحسابات عبارة المجموع عبارة المجموع فرض أن أس يساوي إي 2 زائد إي 3 زائد إي 4 نقاط نقاط مثلا إلى غير إي إي أن المجموع هذا كاين جمع سوا كاين مجموعة هندسية كاين جمع طبق وش يساوي مجموعة هندسية وش لازم نعرف في الحسابية شفنا باش نحسبوا مجموعة الحسابية لازم نعرفوا الحد اللي بدينا به والحد اللي زدنا به وعاد الحلول صح ولا لا في الهندسية لا في الهندسية القانون يعني نرجع لهذا القانون تاع الهندسية وش يقول؟ يقول لك هو الحد الأول الحد الأول يعني الحد اللي بدينا به نعم خد كسر في الأساس وسعة الحدود ناقص واحد على الأساس ناقص واحد هذا هو القانون تاع المتتالية الهندسية يهمني الحد الأول بوش بديت يهمني الأساس تاع المتتالية وشفنا بالحسابية ما فيهاش أساس الأساس تاع المتتالية يهمني عدد الحدود إذا مثلا هنا إي 2 زائد إي 3 إي زائد إي 4 إلى غير إي 1 ها شكون هو الحد الأول اللي بدينا به؟ هو إي 2 حد هنا هو إي 2 في خط كسر الأساس اسمها وسعد الحدود شفنا بلي عدد الحدود تاع الحسابية هو فاصلة النهاية ناقص فاصلة البداية زائد واحد الهندسية نفس الشيء نفس الشيء عدد الحدود هو فاصلة النهاية ناقص فاصلة البداية زائد واحد إذا كي ندير أنا الآن ناقص 2 زائد واحد شتعطيني؟ شتعطيني؟ تعطيني الآن ناقص واحد إذا ناقص الآن ناقص واحد ناقص واحد على الأساس ناقص واحد أساس ناقص واحد هذا هو القانون تاع المتتالية الهندسية في الحالة هذه إذن هو الحد الأول في 2 في الأساس وسعة الحدود ناقص واحد الأساس ناقص واحد إذن في الحالة العامة إذن نقول هذا هو القانون تاعنا هو الحد الأول في الأساس وسعة الحدود ناقص واحد